انت في مباراه الاهلي كنت مكلف بمودست، شايف مودست كمهاجم الكلام اللي بيتقال ان هو لا يصلح للنادي الاهلي شايفه ازاي؟ مش هتقول للجماهير ما تتكلمش، الجماهير طبعا شايفه قدامها مثلا ممكن يكون واحد مثلا لسه ما جابش جوان كتير، ما بيأديش مثلا المطلوب منه، برضه سقف التوقعات لمودست قبل ما يجي عاليه جدا، واكيد الراتب كمان قوي، وجاي من الدوري الالماني، جاي من بروسيا، ف بس هو مهاجم الجمهور يعني جبار والله هيدخل. هي الفكره كلها، بس ان سقف توقعات الجمهور كانت عاليه قوي، واللعيب لسه ما ممكن تقول مثلا، انا الله اعلم برضو انا مش معاهم في التمرين، بس انت لعيب الكوره يحسها ان هو ما يكونش، ممكن يكون لسه ما تاقلمش، ممكن يكون الدوري مختلف عليه، انت عارف الدوري بره بس غير الدوري هنا، المفروض انك دوري مصر اكيد اسهل من الدوري الالماني. هو ممكن يكون اسهل بس ممكن يكون عشوائي اكتر، ممكن يكون مش مرتب اكتر، ممكن يكون طريقه اللعب في بروسيا مثلا او في كولن اي فرقه كان بيلعب فيها بتعتمد على العرضيات كتير جدا، ممكن يكون ده ما يتوفرلوش. وخلي بالك في عامل السن، طول ما عامل السن بيكبر معاه، انا رايي يعني ان هو الورك ريت والمجهود البدني بتاعه ممكن يقل شويه، فبيبقى محتاج على طول يبقى في البوكس عشان يعرف يديك الميزه اللي عنده اللي هي بدماغه، فاهم؟ فممكن يكون ده ويتوفرلوش قوي، فهي بتبقى محتاجه عوامل كتير. وبرضه انا برضه ما اعرفش، بس هو تقريبا ما كانش حاضر معاهم بري سيزون، برضه فتره الاعداد في الاول ما كانش حاضرها، فدي برضه بتصعب عليه الدنيا، وبرضه عامل السن هو مش صغير. طب شايف ان في مهاجمين انت لعبت عليهم في الدوري اقوى من مودست؟ في مهاجمين كويسين جدا، لا حالتهم اقوى دلوقتي اقوى من حالتهم مودست الفنيه اقوى من مودست؟ ممكن، لا طبعا زي مين؟ في مابولولو، مهاجم ما يتعبكش في وسط الماتش، لكن مهاجم خطاف يعني عادي، كور عاليه ممكن تاخد منه، هو مش طويل قوي، كورته في لعيبه في فراوده بس كورتهم اعلى منه، مابولولو ده مش طويل؟ لا لا مش طويل، لا ده هو بقى ان هو قوي بس مش اسد. طويل، لا قوي بس مش طويل، او يمكن انا خلي بالك انا برضو انا ما لعبتش 50 ماتش، انا لعبت ماتش واحد، فاهم؟ فهي برضو بتعتمد انا على فاهم، حالته، احنا بنعتمد على خلي الحال. بالك وجاب جون عالمي الماتش ده، كان اول ماتش ليا في الدوري، اول ماتش ليا في الدوري مع الجونه، عملت ماتش كويس جدا كويس جدا، بس جاب جون عالمي، جاب جون نط في الهوا كده جابه بطريقه غريبه، بس طول الماتش وانا بلعب عليه مان وكده، هو ما بيتعبش نفسه، هو عارف هو هو بيعمل ايه. مركز، هو التارجت بتاعه هو ده المهاجم كده، المهاجم يجيب جونه ويمشي، فهو لا مهاجم كبير طب في فعلا. حد مصري اقوى من مودست؟ ايه يعني مش هي مش مقارنه مع لا انا مش مودست، بتكلم مع مودس، انا بقول مقارنه مهاجم فنيه لا مع هو الملعب، وانك مهاجم، مدافع ولعبت اللعيبه دي في لا الدوري. ما انا ما اقدرش اقول لك ان هو اقوى من مودست، ممكن يكون حالته في الماتش ده كانت اقوى من مودست، مودست ممكن يكون اقوى من ما كده، احنا بنتكلم في كده، اللي هو الحاله في الماتش. الحاله اللي انا لعبتها في الماتش مثلا كانت تعبني اكتر من مودست لما لعبته، كان حسام حسن ومحمد سالم ده مثلا، انا حالتي ما كانتش احسن حاجه في الماتش، فممكن يكون، بس هو مهاجم كويس جدا طبعا، مهاجم محترم جدا يعني.